السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ تنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. تنشكركم على الدعم ديالكم وكنرحب بكم وكنرحب بالناس الجدد معايا. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم كما كتشوفوا معايا غادي نقدم لكم كيك بالسميده، كتجي هائله، كتجي هشيشه وبنينه وبمكونات جد بسيطه. الى عجبتكم بقاو معايا حتى الاخير. على بركه الله نحضر معكم هذا الكيك. غنحتاج ليه جوج ديال البيضات، قبيسه ديال الملحه، كاس ديال السكر، وكنزيد كاس ديال السكر. وغنضيف كاس ديال الزيت. صافي، من بعد غادي نخلط السكر مع البيض حتى يذوب السكر. المهم نفس هذا الكيسان باش عبرت كيعبرون بنفس القياس ديال الكاس ديال العنبه. وغادي نضيف كاس ديال الحليب، وغنضيف كيس ديال السكر فاني. وغادي نضيف جوج كيسان ديال السميده الرقيقه ديال الحلوه. وغنضيف كيسين ديال الخميره ديال الحلوه. صافي، من بعد كنخلط هذا، وهنا بعد ما ضفت السميده من بعد كنخلطها مزيان. القوام ديالها كيجي على هذا الشكل، كتكون خفيفه شويه حيت السميده باقي بغات تشرب. ومن بعد كندهن المول بالزيت ولا بالزبده، وغادي نرشو بالدقيق ولا بالكوك. صافي، هنايا بعد ما رشيت المول بشويه ديال الدقيق، صافي كندير فيه الكيك، كنهزها الفوق شويه والفران كنكونو مسخنينو قبل، وغادي ندخل ليه الكيك ونطلقو من بعد. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديال السميده. الصراحه كتجي هائله، كتجي شيشه وبنينه، كتذوب في الفم. وزينتها بشويه ديال الكاكاو الحلو والسكر بودر، كتجي هائله. نتمنى تنال اعجابكم. شكرا على حسن المتابعه. الى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.